السلام عليكم ورحمة الله، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وكنتمنى ان هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. ومرحبا بكم معايا في قناة شيوات نزا ام يوسف. غادي نحضر معكم الفقرات جد اقتصادي زوين بزاف بالفواكه المعسلة اللي كتجي لذيذة وكتجي بنينة. كذلك نغيروا شوية على اللوز والزنجلان. ندوزو نشوفوا المكونات. عندي 6 ديال البيضات، 2 معالق ديال المايزينا، كاس ديال الزيت، وكذلك عندي كاس ديال سنيده، علبه ديال الفواكه المعسله، وكذلك عندي واحد الخماره ديال الحلوه حمراء. وعندي بالنسبه للنكهه، انا درت النكهه ديال الناطه، تقدروا ديروا غير الفاني وشويه ديال الملح. غادي ناخذ قصريه اولا موليليكس اولا اي حاجه عندكم. انا استعملت الهاشوار. غادي نكسروا فيها دوك 6 ديال البيضات. غادي ناخذ غير 5 ديال البيضات، وحده غادي ناخذ منها غير الابيض، والاصفر غنحتفظ به جانبا حتى ندهن به الوجه ديالو. بالنسبه للبيض تقدروا ديروا الكميه، هذه الكميه انا عندي باش درت 5، ممكن ديروا غير 4 بهذه المقادير هذه، لان البيض كان عندي يعني متوسط. الا كان عندكم البيض كبير ديروا غير 4 البيضات، كان عندكم البيض متوسط او صغير تضاعفوا المقادير على حسب البيض. غادي ناخذ داك الكاس ديال سنيده نزيدوه على البيض، كاس ديال السكر، عفوا كاس ديال الزيت، وغادي نديرو دوك 2 معالق ديال النشا. صراحه هذا هذا الفقاس هذا الا ضفتوا عليه هاد 2 معالق ديال النشا كيعطيه واحد الفتاوه، واحد الرطوبيه كتجي فيه زوينه بزاف، وحتى بواحد المذاق كيختلف. غادي نزيد هذيك شويه ديال الملح على حسب الذوق، وغادي ندير واحد الراس ديال المعلقه ديال الناطا. تقدروا تغيروا غير بالفاني حتى ديال الكراميل كيجي زوين. انا كنستعمل هاد الناطه بزاف لانك تكون عندي متوفره، حتى ديال الكراميل عندي، ولكن كنفضل ديال الناطه، ما كتغيرش المذاق ديال الحلوه. غادي ناخذ داك المولين، داك الهاشوار، غادي نطحن كلشي المكونات جيدا حتى نحصل على الخليط بيض. ومن بعد ناخذ واحد الجبانيه. تقدروا ديروا تستعملوا القصريه العاديه اللي مول فين كنخدموا، لكن هاد العمليه كتسهل عليكم الخدمه بسرعه. غادي ناخذ واحد الجبانيه اللي غندير فيها داك الخليط، وغادي نبقى ناخذ الكيسان، الكاس ديال الدقيق. هنا عبرت لكم بالكاس باش ديروا ديك يعني المقادير مضبوطه. هنا غادي نستعملوا حتى 5 ديال الكيسان ديال الدقيق. كيف ما شفتوا انا راه كنعمر الكيسان يعني شويه مزيان. غادي ناخذ هنا عندي الكاس الثاني، وغادي نضيف الثالث. بالنسبه للدقيق كيبقى على حسب نوعيه الدقيق، يعني ما ندخلوش فيه بزاف، يعني الدقيق وشنو كيشرب. الا كان عندكم دقيق كيشرب راه غادي تحتاجوا حتى 6 ديال الكيسان، كان ما كيشربش راه غتحتاجوا غير الكميه ديال هاد الكميه ديال 6 البيضات في هذه. صافي انا غادي نجمع هذاك الخليط ديالي بالدقيق، غنبقى غير بشويه كندخل العجين، ماشي مشكل. هاد الفقاس هذا واخا تبداو الكوب شويه بالاصابع ديالكم ماشي مشكل. من بعد غادي ناخذ هذوك المعسلات، غادي نحطهم على هذاك هذيك الخليط ديالي، وغادي نبدا نخلط حتى يتخلطوا لي مزيان، ونضمن ان دوك الفواكه تخلطوا لي مع الخليط وتدخلوا في بعضياتهم. بالنسبه كاين اللي غادي يقول لك راه غادي يتحرقوا مع التحمار، ولا بالعكس ما كيتحرقوش، ما كيتبدلش ليهم اللون ديالهم ابدا، كيبقاو هما في الطياب. صافي انا غنبقى نضيف الكاس، غادي نزيد كاس اخر، وغادي نعاود نزيد الكاس. انا كنعبر لكم بالكاس لانني ما عبرتش الدقيق من قبل، قلت حتى لدابا بديت كنعبروا بالكاس باش يعرفوا يعني المتتبعين بحال هكا بان راه شحال ديال الدقيق كندير. صافي غادي ناخذ هاد المعسلات كيف ما قلت لكم، غنبقى ندخلهم غير بشويه بشويه حتى يدخلوا لي في العجين ديالي كامل. بالنسبه ممكن تغيروا الالوان الا ما بغيتوش شي لون ما ديروش، ولكن كنفضل ان هاد العلبه هذه كتكفي. كاين اللي كياخذهم ديال العبار، كناخذوا عاد داك اللي كيبيع مول الحلويات، اللي كيبيع داكشي ديال الحلويات وديال سميتو، كناخذوا من عنده ديال العبار، حتى هي كتكون كميه، ولكن تيكونوا مقطعين طريفات رقاقين على حسب يعني الناس اللي كيخدموا به الكوموند، كيكون يعني باش يعطيهم كثر. بالنسبه لهذه كتكون يعني لك تتوجدي في الدار، الاحسن خدي هذه كتجي مزيانه. صافي غادي نبقى نخلط الخليط ديالي حتى نحصل على عجين اللي كتكون تتلصق في اليد وفي نفس الوقت متماسكه. ما تبالغوش في الدقيق، يعني ما تزيدوش كثر
باش ما يجيكمش ندقص الفقاص ويجيكم قاصح. لا، نخلي العجين نرطبه وفي نفس الوقت ندخل الدقيق غير بشويه. بالنسبه هنا العجين ضروري غتجيكم كتلصق في اليد. غادي ناخذ واحد شويه ديال الزيت غندهن به يديا، اولا شويه ديال المزهر ماشي مشكل، انا استعنت هنا بالزيت غير شويه كيف ما شفتوا راه كتلصق. وغادي نقسم العجين ديالي على ثلاثه ديال الحربول، على ثلاثه الكويرات باش غادي نكون منها ثلاثه ديال الحرابل. ممكن ديروا الفقاس، هنا كيبقى الفقاس على حسب السمك اللي نتوما بغيتوا. تقدري ديري الفقاس غليظ، غادي ديري حتى غتحطيك هاد الكميه حتى لربعه ديال يعني ديال المهم اربعه ديال الكوارات غتقدر تعطيك صافي. غادي انا هنا بغيتو كيجي يعجبني الفقاس يكون يعني متوسط ما كبير ما صغير. غادي ناخذ ندير غير ثلاثه ديال العصيات ديال سميتو ديال الحرابل ديال الفقاس صافي. غادي نبدا نشكل بحال هكا كيف ما شفتو، ما غاديش نرقق مزيان، نحاول نقاد العجين ديالي ندخل نخرج من هذاك الهواء باش ما يجينيش يعني الفقاس مثقب بزاف من الداخل ثقوبات كبار، بالعكس نخليهم صغيورين صافي. وغادي نضيف شويه ديال الزيت كيف ما شفتوا باش ما تبقاش تلصق ليا في يدي وما تلصقش ليا على سطح العمل. نبقى غادا غير بشويه حتى نكمل العجين ديالي كامل، حربلات ديالي كاع اللي كندير. حربول انا درتو كبير شويه كيف ما شفتوا، قلت لكم راه كيعجبني ما يكون كبير ما يكون صغير بزاف. ولا بغيتو تصغروا راه غتصغروا كيف ما قلت لكم، راه هاد العجين غتقسموه على ربعه هاد الخليط هذا صافي. في هاد الاثناء هادي ما نشعلوش الفران، ديروا عليه الكاغيط ديال الطبخ في اللاطه ونخليوه. من بعد غادي ندوزو باش ندهنوه بهذيك الاصفر بيضه اللي خلينا صافي. من بعد ما كيف ما شفتوا نحاول هذوك سميتو ندخلهم نقاد الجوانب باش يجيني حربول زوين يعني ومقاد في نفس الوقت. ما نبركش عليه ما ندلكش، ولكن نخلط العجين ديالي مزيان كيف ما شفتوا. انا هنا من بعد ما كملتهم ها مرجو ومقادين، قلت لكم تقدروا تخرجوا منهم اربعه تقدروا تخرجوا ثلاثه على حسب الحجم اللي غديروا نتوما ديال الفقاس. كما قلت لكم انا كيعجبني يكون ما كبير ما صغير. غادي نقرصوا واحد شويه غير نبرك عليه باش نعطيه واحد الفورمه الشكل ديالو يكون زوين، غير واحد شويه ما نبركش عليه بزاف، كنحط يديا وصافي. من بعد كناخذ هذيك الصفر ديال البيضه كنزيد فيها واحد شويه ديال الحليب اولا الماء اولا شويه اللي كان، وكذلك كنديروا فيها واحد القطره ديال الخل باش نحيدوا فيها الزفوريه ديال البيض. وغادي نضيف واحد المعلقه ديال القهوه ديال نسكافي ديال سريع الذوبان، غادي ناخذها وغادي ندهن عليها ندهن ليه الوجه ديالو. ممكن كذلك تضيفوا حتى الكاكاو، ولكن انا فاش كندير هذا الفقاس هذا ما كنديرش فيه داك الكاكاو يعني مع الماء، بالعكس باش يجي كحل لا كنخلي غير البيض باش كيعطيه داك اللون المذهب اللي كيجي معاه. تقدروا كذلك كاينه واحد الطريقه اللي كنت حضرت معكم في الفقاس الاولاني، كنت حضرت لكم واحد الفقاس بان احنا كنزوقوه بالجنجلان، تقدروا حتى هو تدهنوه بابيض ديال البيض ومن بعد دردروا عليه الجنجلان البيض، حتى هو راه كيجي زويون في المذاق. ولكن بالنسبه لهذا الفقاس ديال المعسلات كيجي هذه الطريقه كتجي احسن وكتجي الذ. كذلك تقدروا تزينوه باللوز ايفيلي. من بعد غادي ناخذ واحد العود ديال الخشب ديال الشوا، غادي نبقى نتك هكايا من الفوق باش ما يتنفخش ليا في نفس الوقت ما يطرطقش ليا. هذا هو السر ان الفقاس ما يطرطقش لك من الفوق ابدا وكذلك من الجناب. المهم كل ما تقبتوه كيجي من الاحسن، تيجي زوين مع ديك الخميره كيتنفخ وكيجي مقاد. من بعد كندخلوه للفران يطيب من النار، يعني الفران في الاول يكون بارد من الاحسن، من بعد كندخلوه حتى كيتنقصوا عليه العافيه على شمعه بحال اللي غنطيبوا الكيكه اولا غنطيبوا صابلي حتى يتحمر لينا، ما يدخلش له التحمر من الداخل انما يطيب ماشي يتحمر صافي. من بعد كنخرجوه من الفران وهو باقي سخون. عندكم جوج ديال الطرق انكم ديروا بها، عندكم هاد الطريقه هادي انا درتو في البلاستيك كنت مزروبه يعني باش نسالي دغيا، درتو في البلاستيك وخشيتو في الفريكو وخليتو حتى جمد ليا واحد شويه يعني برد. تقدروا كذلك تاخذوه وتحطوه تلقوه الروبيني غير شي شويه ديال الماء وديو هكا عليه خويط من فوق يعني من فوق الروبيني حتى كتحصلوا على هاد العجين صافي، حتى كتحصلوا على العجين على الفقاس ديالكم يكون ناجح. من بعد تخرجوه من الفريكو وتخليوه في البلاستيك، هو راه بارد هنايا وفي نفس الوقت شاد شويه راسو في انه يعني جامد،
صافي. من بعد كتبقاو تقطعوا، بالنسبه للتقطاع هو اللي اهم باش ما يضيعش لكم الفقاص وما يمشيش لكم، هو يكون لموس ماضي مزيان. كل ما بالخصوص هذا الموس، نصيحه، هو اللي كنقطع به انا الفقاص، هو هذا الموس هذا ديال اللي كنقولوا عليه موس ديال حاده، هو صراحه داك الصغير كيكون ماضي مزيان، هو اللي كتقطعي الفقاص كيطلعوا زوين وصراحه مقاد في التقطاع. صافي غادي ناخذوا بحال هكا كيف ما شفتوا، غادي نقطع على السمك اللي نتوما بغيتو، بغيتو ترقوه بغيتو تغلوه كيف ما بغيتو. بالنسبه للتقطاع ممكن تقطعوه على هذا الشكل هذا، اولا ممكن تميلوا يديكم واحد شي شويه تقطعوه. الاغلبيه الناس كيقطعوه بهذه الطريقه هذه لانه كيجي زوين في الشكل ديالو وما كيجيش يعني عريض بزاف. الناس اللي كيبغيو عريض يقدروا يميلوا السكين يعني الموس غير واحد شي شويه وغادي يعطيهم هذاك الشكل على شكل اوفال، غيعطيهم شكل زويون. صافي من بعد ني غادي نقطع الفقاس ديالي كامل، غادي ناخذ واحد اللاطه في هذا الاثناء يكون الفران كيسخن على نار مهيله، غادي نستفو في واحد اللاطه وحده على وحده حتى نكمل. كيف ما شفتوا الفقاس كيجي راه باين الشكل ديالو، كيجي كبير ومقاد في نفس الوقت حتى في التقطاع. نستفوه في اللاطه وندخلوه للفران يتحمر على نار هاديه، نقابلوه غير بشويه، نقصوا عليه النار باش ما يتخطفش لينا الشكل ديالو اولا اللون ديالو، حتى نحصلوا على الفقاس ديالنا يكون محمر ومذهب في نفس الوقت كيف ما شفتوا على هذا الشكل هذا. الا طبقتوا المقادير والطريقه والمكونات راه غادي يجيكم على هذا الشكل هذا. نتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، ما تبخلوش عليا باللايك وبالتعاليق، وكذلك تقدروا تحتفظوا به في واحد الطاسه اللي تكونوا مغلفنها بواحد البلاستيكه او بسلوفان ونغطيو عليه كيبقى لمده طويله رطب. وكذلك ممكن تخليه خضر وتدخلوه للفريكو حتى تبغيه وعاد جبدوه كيتحمر كيولي على هذا الشكل هذا، كيبقى زوين ما كيخسر ما كيفسد. كنتمنى هذا الفيديو، الى اللقاء الى فيديو قادم.